نعم بالفعل، للمرة الأولى نرى هجوما عنيف كهذا من قبل غانتس على نتنياهو. هذا يؤشر مرة أخرى إلى الخلافات العميقة بين نتنياهو وائتلافه وما بين المعسكر الرسمي بزعامة بيني غانتس وأيضا بوجود غادي أيزنكوت في مجلس الحرب الإسرائيلي. أولا، خلفية هذا الهجوم هو المؤتمر الذي أقيم بالأمس في مدينة القدس، مؤتمر استيطاني يدعو للعودة إلى جوش كتيف، وهو المجمع الاستيطاني الذي كان قائما في غزة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005. كل هؤلاء من اليمين المتطرف، من اليمين الاستيطاني، نظموا هذا المؤتمر وشارك فيه 12 وزيرا، منهم 3 وزراء من حزب الليكود الحاكم، بالإضافة إلى 17 عضو كنيسة أيضا من الائتلاف الحكومي القائم، لاسيما بزعامة إيتمار بن غفير حزب القوة اليهودية، وأيضا حزب الصهيونية الدينية بزعامة إيتمار سموتريتش. كلهم دعوا بالأمس إلى العودة للاستيطان في قطاع غزة. طبعا صعوبة هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل في المجتمع الدولي هو بالأساس بعد محكمة لاهاي، لأن العودة للاستيطان أو استيطان غزة بالطبع يعتبر جريمة حرب، وبالتالي يؤثر كثيرا على صورة إسرائيل في المجتمع الدولي. بالطبع السؤال الأبرز كان لماذا يصمت نتنياهو عن هذا الأمر، ولماذا لا يمنع على الأقل وزراء حزب الليكود وأعضاء كنيسة من حزب الليكود، لماذا لا يمنعهم من المشاركة في هذا المؤتمر الذي يضر في إسرائيل في هذه الساعة وفق الكثير من السياسيين الإسرائيليين؟ بالطبع الإجابة هي بأن نتنياهو لا يريد تفكك ائتلافه الحكومي. قبل هجوم غانتس كان هنالك أيضا هجوم من غادي أيزنكوت، قال بأن هذا المؤتمر الاستيطاني يضر بوحدة الإسرائيليين، خاصة في خضم هذه الحرب التي يتواجد فيها الكثير من الجنود الإسرائيليين داخل قطاع غزة، وكلهم ينتمون يعني إلى أيديولوجيات مختلفة، بعضهم ربما يريد عودة الاستيطان، بعضهم من اليسار لا يريد ذلك، وبالتالي يقول بأن هذا يقسم الشعب، وهذا ليس وقتا ملائما للحديث في هذا الأمر. ولكن الرد الأصعب كان من غانتس الذي قال بأن هذا يضر بسمعة إسرائيل في العالم، يضر بالجهود الرامية إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. وكان قد هاجم نتنياهو بشكل واضح جدا حين قال بأن من ينجر خلف الآخرين ويصمت على هذا الأمر ليس قائدا. إليك صلاح. شكرا جزيلا لك إيمان جبور، مراسلة الغد، كنت معنا من تل أبيب.